السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. فيديو جديد من قناتكم المحبوبة، قناة الدكتور محمود هيكل للطب البيطري والإنتاج الحيواني والتغذية. طبعا بناء على طلب حضراتكم هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم ومهم جدا لمربي عجول التسمين، اللي هو موضوع تغذية عجول التسمين. إزاي أغذي العجل بتاعي التغذية المناسبة وأوفر في التغذية واكسب، لان احنا عارفين طبعا انه 70% من تكلفه مشروع الانتاج الحيواني تقريبا بتكون في التغذيه. فلما انا اوفر في التغذيه معنى كده انه ده يعود عليا بعائد ربح اعلى في نهايه المشروع، وده شيء اساسي في اقتصاديات المشروع. طبعا يعتبر بالنسبه للتغذيه في طريقتين كده، الطريقه التقليديه وطريقة اللي هي دخلت فيها بدائل الأعلاف أو الأعلاف اللي هي أقل في التكلفة. طبعا أي حسبة بالنسبة لتغذية عجول التسمين بتكون محسوبة على نسبة الطاقة أو الكربوهيدرات ونسبة البروتين ونسبة الأملاح والعناصر الأخرى. احنا النهارده مش هنتكلم يعني بصوره علميه دقيقه في النسب وازاي بتتحسب، انما هنتكلم قد ايه النسبه دي، كام في الميه من البروتين وكام في الميه بتكون يعني من فلوس، مثلا من فلوس الصويا اللي هو كمصدر بروتين نباتي، كام في الميه من الكربوهيدرات والعناصر دي او بالكيلو، عشان الفيديو يكون مناسب لجميع الناس. اللي حابب يسال ازاي الحسب الرجال او كده ممكن يسالني في الكومنت وانا ارد عليه ان شاء الله رب العالمين. هنبتدي في نظام حديث لتغذية عجول التسمين. التركيبة بتعتمد على 30% من نخالة القمح، نخالة اللي هي الردة يعني، وريت تكون نخالة فيها نسبة عالية من القمح اللي هي نخالة درجة أولى، 25% بس من الذرة الصفراء. طبعا هنا نسبة الذرة الصفراء قلت بس بتتعوض بشعير مستنبت على اساس بيوفر عليا نسبه من البروتين ونسبه من الكربوهيدرات اللي موجوده في الذره الصفراء. 50% كسب قطن غير مقشور، 50% شعير مستنبت. بعد كده مصدر للطاقه والكربوهيدرات سريعة الهضم عشان أنشطة الحيوان الحيوية يكون عبارة عن 6% ملاس اللي هو بيستخلص من عصير القصب، 5% عباد الشمس بيكون غير مقشور ومستخلص بالمذيبات، 2% مسحوق حجر جيري كمصدر طبعا للكالسيوم، و1% ملح طعام. ومهم جدا ان احنا ما نزودش ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم عن 1% عشان ما يحصلش تسمم بعنصر الصوديوم. هنلاحظ في التركيبه دي انه نسبه الذره الصفراء 25% بس، مع انه بيكون 50-60% في التركيبات التقليديه. احنا طبعا هنا عوضناها بالشعير المستنبت، ودي يعني نسبه ناس اشتغلت عليها وان شاء الله لقت نجاح، لان احنا زي ما قلنا برضو الشعير المستنبت لا يمكن الاعتماد عليه فقط كوجبه او كتركيبه لعجول التسمين. هو بيقلل لي من نسبه البروتين ونسبه الطاقه اللي بحصل عليها من عناصر اخرى، يعني بيوفر لي في الذره، بيوفر لي في الصويا، بيوفر لي في التركيبات الاساسيه في العلفه دي. فهنا طبعا خدنا نسبه البروتين جزء منها من الشعير المستنبت وجزء منها من كسب القطن غير المقشور. بعد كده في طبعا التركيبه التقليديه لعلف التسمين، وهنتكلم عنها بالنسبه كام في الميه. يعني مثلا لو انت هتعمل 100 كيلو علف، لما هتكلم على 50% مثلا ذره، معنى كده ال 50% ذره دي يعني 50 كيلو من الميه. لا، تعمل 200 كيلو 50% منهم تبقى 100 كيلو. فالناس كلها بتكون فاهمه طبعا الحسبه بتحسب ازاي وهي بسيطه، بس انا حبيت اوضح عشان مش كل الناس يعني هتكون
عندها نفس المعرفة يعني. أول حاجة الحبوب الطاقية اللي هي بتدي طاقة يعني، زي الذرة أو الشعير، يعني ممكن ذرة أو شعير، ذرة صفراء، ذرة بيضاء. طبعا بفضل الذرة الصفراء أساس، فيها البيتا كاروتين اللي بيكون فيتامين A أو فيتامين ألف داخل جسم الحيوان. دي بتكون بنسبة 50%، يعني نص. تمام؟ بقى كده الأعلاف المحتوية على البروتين النباتي، ودي شيء أساسي أيضا، زي فول الصويا أو الفول البلدي، بتكون نسبتها تتراوح من 10 إلى 20%، يعني ممكن أضبطها مثلا على نسبة 15% كمتوسط، لما يكون العيد عندي مثلا العمر 6 شهور أو 5 شهور أو 7 شهور، عمر صغير أخليها 20%. العمر الأكبر بيستهلك الطاقة أعلى، فيكون نسبة البروتين مثلا خليها 15 أو 10. ده طبعا حسب العمر والوزن بتاع العيد، يعني العمر الأصغر بيكون ياخد نسبة بروتين أعلى، لأنه معدل النمو أسرع وبيحتاج إلى بروتين أعلى من العمر الأكبر. بعد كده النخالة، والنخالة طبعا نلاحظ إنها ثابتة في كل تركيبات العلف، زيها زي الذرة. النخالة طبعا بتكون بنسبة 10 لـ 15%، وأنا بفضل إنها تكون نسبة 50%، أساس النخالة فيها نسبة من الفيتامينات، ونسبة من الأملاح، ونسبة من البروتين، طبعا بروتين نباتي. المعروف طبعا ان البروتين النباتي اللي هو في النخالة او في فول الصويا او في الشعير المستنبت او حتى في جنين الذرة من الداخل، بيتحول في جسم الحيوان بتاعي الى بروتين حيواني، اللي هو بيكون عبارة عن اللحوم ومشتقاتها داخل جسم الحيوان، وجزء منه بيدخل في مناعة الحيوان اللي هي الأجسام المناعية والخلايا المناعية. طبعا بعد كده مسحوق الأملاح والفيتامينات اللي هو البيرينكس، يكون بنسبة حوالي 1.5% من العلفة، 1.5% من العلفة أو التركيبة العلفية. بعد كده بيدخل حوالي نسبة من 12 إلى 17% من التبن، ممكن تبن القمح، ممكن تبن الفول السوداني، تبن الفاصوليا، طبعا افضلها هو تبن القمح في معامل الهضم بتاعه واستفاده الحيوان منه، ممكن نقول مثلا متوسط 15%. طبعا دي تركيبه العلف المركز. هيحتاج الحيوان طبعا بجوارها طبعا الدراوه في الصيف، او دريس البرسيم، طبعا افضل من الدراوه بكتير بالنسبه للصيف، او البرسيم الاخضر سواء الحجازي او المصري او الامريكي او اي نوع برسيم في الشتاء. هنلاحظ الفرق بين التركيبتين، انه الشيء المستند توفر عندي، لانه طبعا هيوفر عندي الاعلاف الخضراء، وهيوفر عندي نسبه من البروتين بتاع فول الصويا او جنين الذره، ووفر عندي نسبه من الكربوهيدرات. فول الصويا طبعا فيه نسبه بروتين حوالي 30%، الشعير المستنبت، الشعير المستنبت فيه نسبة بروتين حوالي 30%. طبعا في كل من العلفتين ضروري جدا ان ميكس الاملاح المعدنية، ضروري جدا يكون في خميرة. مثلا لو انا عاملة علفة مثلا حوالي 100 كيلو، ممكن استخدم من نص كيلو لكيلو خميرة. في طبعا خمائر جافة، في خمائر حية، الخمائر الحية بتكون افضل. دي طبعا بالنسبة لتغذية عيون التسمين، مهم جدا مصدر المية يكون مية متجددة، تتغير كل يوم، مية نظيفة، مكان المية بننظفه كل يوم وبنغسله. الحيوان بيكون في مكان كويس بيستهلك الحرارة والرطوبة والتهوية، عشان طبعا ده كله هيأثر معايا في الإنتاج بتاع اللحم، عشان ما يكونش في أي إجهاد على الحيوان بتاعي. ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وإن شاء الله تدعمونا باشتراك في القناة ولايك عشان نستمر إن شاء الله ونفيدكم بكل ما هو جديد. أي سؤال خاص بعجول التسمين، سواء في التغذية أو في الأمراض أو التطعيمات أو حتى التسويق، إن شاء الله أرد على حضراتكم في الكومنت. كان معكم دكتور محمود هيكل، كان معكم دكتور محمود هيكل الأخصائي
الإنتاج الحيواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.